تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على النبي الكريم. إن شاء الله الجميع يكون بصحة وعافية. اليوم إن شاء الله عندنا موضوع جديد اللي هو خاص بفيزة بلغاريا. فيزة بلغاريا اللي هي تعتبر من أسهل الفيزات، وفي نفس الوقت هي ليست عضو في منطقة الشنغن. ناخذ فكرة على هذه الدولة اللي هي دولة بلغاريا. جمهورية بلغاريا تقع بلغاريا جنوب شرق أوروبا، حيث تطل على البحر الأسود من جهته الغربية، وتشترك في الحدود مع رومانيا، ومن الشمال مع تركيا واليونان، ومن الجنوب صربيا ومقدونيا. وعاصمة بلغاريا هي صوفيا، وهي أكبر مدنها. بلغاريا من دول الاتحاد الأوروبي من سنة 2007، وليست عضو في منطقة الشنغن. فالوقت الحالي تأشيرتها من أسهل ما يكون، وخصوصا بعد كورونا، يعني صار الاقتصاد ضعيف جدا بالنسبة لأوروبا ككل. والوجهات السياحية وهي تعتبر من أحسن الوجهات السياحية، ولمن يرغب في السياحة ما عليه غير أنه يسافر هذه الدولة، لأن الإقامة فيها رخيصة جدا، الفنادق أرخص ما يكون، والعملة رخيصة أيضا. وعند في أماكن يعني وين يتفسح الشخص، لما تطلب التأشيرة تبعك حنجو إحنا للنقطة المهمة اللي هي طريقة طلب أو كيفية طلب التأشيرة البلغارية. طلب التأشيرة يكون عن طريق الإيميل أو البريد الإلكتروني. سوف أترك لكم تحت صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو رابط خاص بالسفارة والإيميل. لما تطلب اكتب في الإيميل أو في الأوبجي الموضوع demande de visa بلغاري، طلب تأشيرة بلغاريا demande de visa بلغاري توريزم. والملف يكون مثل كل الملفات بشكل عام، ملف الشنغل كله نفس ملف الشنغل الذي تعود عليه دائما، ما عدا في إضافة واحدة فقط دائما أنا أذكركم بها، اللي هي ورقة تكتب فيها برنامج رحلة سياحية وتذكر فيها الأماكن. ولما إن شاء الله تجهز ملفك وتعمل طلب فيزا سياحية لمدة 10 أيام أو 15 يوم، يكون الحساب البنكي مثلا من 1000 إلى 1500 حتى 1700، يعني أقول كأقصى تقدير 1700 دولار أو يورو كما ترغب، وهذا مبلغ كافي جدا. أعد وأذكر، قلنا دولة بلغاريا هي من ضمن فيزتها هي الأسهل، وليست عضو في منطقة الشنغن. وملاحظة أخرى ما لا تنسوا، ضمن الملف التأشيرة لا تنسوا أهم شيء تكون عند السفر إن شاء الله، إذا تحصلتوا على التأشيرة وكنتم مسافرين إن شاء الله، PCR مطلوب بالإضافة إلى شهادة التلقيح. بلغاريا لا تطلب نوع معين، يعني ممكن أي نوع من التلقيحات الموجودة يعني مقبولة غير محددة. والتذاكر رخيصة، ليست كالتذاكر للدول الأخرى اللي هي يعني مثلا زي تذكرة تركيا سعرها خيالي. وفي نفس الوقت الرحلات بدأت تنفتح، وخصوصا الوقت الحالي بعد العيد إن شاء الله حتكون أكثر وأكثر تنفتح أغلب الخطوط، والتذاكر حترجع تستقر السعر تاعها إن شاء الله. هذا كل الموضوع اللي عندنا، هذا كل يعني الخاص، هذا هو الموضوع تاعنا اليوم إن شاء الله. وكما قلت لكم أنا نترك لكم إن شاء الله أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف رابط السفارة البلغارية، بالإضافة إلى الإيميل الخاص الذي
تراسل به السفارة البلغارية، ويستحسن أن تكون مراسلتكم لهم مدة لا تقل عن شهرين، من شهرين إلى 3. مثلا في الوقت الحالي بإمكانكم أنكم تراسلوهم لغاية الصيف إن شاء الله، تتقدموا وتسافروا لغاية الصيف إن شاء الله، تسافروا رحلاتكم موفقة. والملف طبعا يقدم في السفارة البلغارية الموجودة في الجزائر في حي، وعنوان سفارة بلغاريا موجود في الجزائر العاصمة في حي 13 أو في حي الكولونيل بوغرة في البير. على العموم في الرابط السفارة موجود فيه العنوان الكامل وأرقام الهواتف بالإضافة إلى الإيميل الخاص الذي تراسل به السفارة والمواعيد العمل. وفي الختام تمنيت لكم بالتوفيق، ولا تنسوا اللايك والسبسكرايب، وبارك الله فيكم. إلى الفيديو القادم إن شاء الله.